اولا كنشكركم مره اخرى على المواكبه ديالكم وجميع الاستحقاقات اللي كتعرفها المنظومه التربويه على مستوى المديريه الاقليميه وعلى راسها الاستحقاقات الاشهاديه كيف كنتم معنا في الدوره العاديه الاولى واللي مرت الامور الحمد لله بواحد الارتياح في اطار تكافؤ الفرص. فواكبتم معنا ايضا هذا الاسبوع بدايه الاستحقاقات المتعلقه بالدوره الاستدراكيه واللي ابتدات منذ يوم الاثنين الماضي 3 في يونيو الماضي، يوم 3 و4 عرفت الاستحقاقات ديال الامتحان الجهوي للاحرار ولا المتمدرسين، ومن اليوم على امتداد 3 ايام اليوم حتى الجمعه ان شاء الله غتعرف الامتحان الوطني بقطبه العلمي والادبي. مجموع المترشحين المستفيدين من هذه الاستحقاقات كاينه 4200 مترشح ومترشحه، من ضمنهم 600 مترشح ومترشحه احرار، واللي كتشرف عليها ما يناهي 650 مراقب ومراقبه الاطر التربويه اللي كتكلفه بالمراقبه ديال القاعات، وكايضا بمواكبه ديال 4 ديال اللجان ديال التتبع ومراقبه الجوده على المستوى المراكز. فايضا الى حدود اليوم الثالث كنعتبروه من اليوم الاثنين، فالعمليه غاديه بواحد السلاسه وبواحد الهدوء دون تسجيل ما يمكن اعتباره تعكيرا لهذه الاجواء. وكيف عرفنا على امتداد هذه السنوات التاليه، فهذه السنه نسجل بكل ارتياح عمليه الاستقرار والهدوء، فمرت هذا الاستقرار حتى على مستوى الحالات ديال الغش راه عرفنا التقليص ديالها اللي كان تقليص كبير وكبير جدا، فالى حدود اليوم مده 3 ايام تقريبا واحد جوج الحالات ديال حالات الغش فقط. الملاحظه اللي يمكن تيروها هي 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 المستويات والنسب ديال الغياب في صفوف المترشحين الاحرار اللي كتجاوز 50 حتى 55% المتغيبين لا في الدوره الاولى لا في الدوره الاستدراكيه، وهذا عنده تكلفه كبيره لا على مستوى تعبئه الموارد البشريه على مستوى اللوجيستيك لا على المستوى المالي الى غير ذلك. وحنا كنطمحوا للالتزام ديال المترشحين الاحرار، هذه فرص ديال الحياه تعطات لهم خصهم يستغلوها. فاخيرا ما يمكن الا نشكروا وسائل الاعلام كتواكب هذه الاستحقاقات الاشهاديه اللي عندها بعد وطني، وبنفس القدر كنشكروا جميع السلطات المتدخله والميسره لهذه العمليه، لا سلطات ترابيه لا من وطني لا دارك قوات مساعده وقايه مدنيه الى غير ذلك. بنفس الحجم كنشكروا جميع الاطر ديالنا المعبئه لهذه العمليه هذه. صادفنا المدير الاقليمي اليوم وطمأنا وعطينا واحد الشحنه ايجابيه اليوم اللي خلاتنا اننا نطمئنوا الاسئله او المواد اللي جايين ان شاء الله، وكنتمنوا الخير للجميع. في الاجواء ديال الاستدراكيه ديال الماده ديال الفيزياء صراحه كانوا الاجواء عاديه جدا، حيت ديجا كنكونوا دوزنا الماده الدوره العاديه، فكيكون عندنا داك ستريس وما كيبقاش عندنا داك ستريس بحال الاول، كنكونوا ديجا عندنا واحد تجربه. وصراحه مقاطعه مع الدوره العاديه، فالامتحان ديال الاستدراكيه في الماده ديال الفيزياء كان شويه في المتناول ديال الجميع صراحه، كان مقاطعه معاه كان ساهل شويه، وضروري كيكون شي اسئله وشي منعرجات كيطيح فيهم شي واحد، ولكن ضروري سميتو كيكون اسئله ايضا تقدر تجاوب عليهم، والله يعطي الخير للجميع. الحمد لله تجاوزنا هذا الامتحان هذا بسهوله، فرض الفيزياء كان ساهل ماشي بحال الدوره العاديه، كانوا بعض الصعوبات ما توفقناش في الدوره العاديه، ما حيت تحط لينا داك الفيزياء والماط تحط داك الشيء صعيب صراحه، وصافي الدوره الاستدراكيه الحمد لله سهل لنا داك الشيء شويه. تقريبا الفيزيك راه تحط ساهل ما بيش، كانوا شويه صعوبات في الميكانيك وشويه في الالكتريسيتي، ولكن دغيا داك الشيء مع فهمتي الخدمه التمارين ديما راه دغيا تزرب على داك الشيء صافي. والشيمي كانت شويه سهله غير هو دات لينا شويه الوقت صافي، الحمد لله داز داك الشيء بخير.